على كل نبقى دائما مع المباشر ونحاول الاتصال الآن إذا كان ممكن بعبد الحفيظ مباشرة من بومرداس أو جمال مباشرة من بومرداس، لقاء شباب بلوزداد شبيبة بجاية، جمهور غفير نقل لهذا الملعب لمتابعة هذا اللقاء، لقاء الدور 16. نتابع اللحظات هذه والحوار المباشر. مساء الخير. مساء الخير مراد، مساء الخير سيداتي ونسي سادتي جمهورنا الرياضي الكريم، مساء الخير محمد طوزالين زميلي الذي يرافقني في النقل المباشر لهذه المباراة، مباراة القمة للدور 16 بين فريق شبيبة بجاية وشباب بلوزداد. لقاء ننتظر ان يكون شيقا يا جمال، باعتبار جمال الملعب وكذلك مشوار الفريقين في البطولة. نذكر انه لقاء الدور 16 هذا من كاس الجمهورية ينشط فريقين من القسم الوطني، وكلاهما عنده مشوار طيب في البطولة الوطنية، وكلاهما كذلك يلعب على جبهتين الكأس واللقب. شبيبة بجاية معروف، وكذلك شباب بلوزداد خبرة وتجربة في منافسات الكأس. جمهور غفير من أنصار الفريقين وخاصة من أنصار شباب بلوزداد، لتنقلوا بأعداد كبيرة لمناصرة فريقهم شباب بلوزداد. نذكر بتشكيلة الفريقين في بالنسبة لشبيبة بجاية: في الحراسة نوي وطرق، 2 اسعد زيان، 3 عمار يوسف، 4 وامر محمد، 5 كروف مراد، 6 عبود يزيد، 7 جيلاني سمير، 8 بن ناصر محمد شريف، 9 خوني عبد الملك، 10 امعوش عبد الحكيم وهو قائد الفريق، 11 مناد امين. وعلى الصورة يامها مناصر الاول لفريق شباب بلوزداد. نواصل رقم 12 بالنسبه للاعبين الاحتياطيين، رقم 12 ولد رابح فريد، 13 عياشي، 14 هلال، 15 امعوش ياسين، 16 امعوش عبد النور، 17 غريب، و18 الحارس الثاني بزوير. المدرب هو السيد هاروني بمساعده جمال منان. بالنسبه لشباب بلوزداد جمال، قلت لرفقه جمهور غفير اليوم بملعب بومرداس يدخل بالتشكيله الاتيه: تشكيله كامله في حراسه المرمى دكي ماش، في الدفاع فتاحين شدبه معيشي وسلمي طاليس، 6 رابختي قائد الفريق رقم 8، قلب الهجوم غالول بوطالب رقم 10، وعلي موسى رقم 11. في الاحتياط يتكون من نيلي حمد غلوبي بن علي حشيشي الصيفي، والحارس الثاني مهري. الحكم الرئيسي هو السيد جاب الله بمساعد الحكم المساعد الاول بالطاهر، والمساعد الحكم المساعد الثاني كورد بكير. نذكر ان السيد جاب الله عمره 28 سنه، عزب مساعد تربوي. نذكر ايضا ان فريق شبيبة بجاية تاهل على حساب فريق وفاق سطيف بضربات الجزاء، المباراة جرت في ملعب تيزي وزوب، وشباب بلوزداد تأهل على حساب اتحاد سطيف بهدفين مقابل صفر، الهدفين من امضاء اسحاق علي موسى. محمد جمال. نعم مرادة. جمال، اذا نعود للاستديو بعد ممكن دقيقتين او ثلاثة، نعود نرجع لكم لانطلاقة الشوط الاول بالمختار ممكن باختصار حتى نرجع لل كما لعدها. بجاية تأهلت على حساب ضربات الجزاء ضد سطيف، وبلوزداد تأهلت 2-0 قبل جيسم سيتيف. إذا نشوفوا المشوار تاع الفريقين هذو، نشوفوا أن بجاية في العشر مباريات الأولى كانت سجلت 11 نقاط من 15 في الخمسة الأولين، 10 في 6 في الخمسة من المباراة السادسة إلى العاشرة، ولكن من المدة هذه يبقى فيه انخفاض ملحوظ. تشوفوا ان من بعد سجلت 7 نقاط من 15 من المباراه 11 الى 15، 6 نقاط من 16 الى 20، ونقطه واحده في المباراه 21 و22. نشوفوا باللي فاتت من المرتبه الاولى الى المرتبه الرابعه. فيما يخص بلوزداد نشوفوا ان المشوار تاعو عادي وفي مستوى واحد، والان موجود في المرتبه الثالثه ب 43 نقطه بس على تلمسان.
العدد تاع السبع المباراه الاخيره نشوفوا ان بجايه خاضت الا 27 سبع نقاط من 21، ولكن بالوزداد 13 من 21. حتى الاهداف ما تسجلش كثير من طرف بجايه، سجلت 6 وتسجلت عليها 7، وبالكور سجل 11 وتسجلت عليه 5. اذا نشوفوا كذلك المباراه الاخيره الاثنين، الكاب تغلبت على جي اس ام بي في باتنا، وجي اس ام بي تعادلت في ملعبها ضد تبسة. سيربي غلب بالوزداد تغلبت على تيار 2-1 في ملعبها، وخسرت الاسبوع الماضي ضد معسكر 1-0. نشوفوا اللي بجاية تعاني من الاول، تعاني عندها من اليوم 15 صعوبات كثيره، وما ننساوش ان البطوله مازال فيها 4 مباريات، وين تستقبل فيهم الموك والحراش، وتنتقل الى سور غزلان وسطيف، اللي سطيف اللي موجوده في المرتبه السابعه، وتقدر تاخذ المرتبه تاع بجايه. فيما يخص بالوزداد نظن باللي راها حقق النتيجه ما بين السته الاولين، ويلعب الان المرتبه الثانيه باش مع تيليمسان وليسما. شكرا. فيما يخص لقاء اليوم، فيما يخص لقاء اليوم التكهن، على كل حال اذا شفنا الارقام هذه التكهن نعطوه لبالوزداد، لان شفنا ان بجايه راهي في دون فاز ديسوندونت، ولكن في حاجه تفرح في بجايه، ان المباراه اللي لعبوها ضد سطيف في الكاس، ان كانوا داروا مباراه جيده، ممكن في الكاس يكون عندهم مردود احسن. شكرا بن مختار. على كل، نخلي الجمهور الرياضي يعيش هذه المقابله الشيقه، واحنا مباشره من الاستوديو مع هيكل، مع ابو علام، وكذلك سامي كشول والزملاء التقنيين هنا بالاستوديو. من حين لاخر نتوجه للجمهور عن طريق النتائج المسجله والمراسلات من مختلف الملاعب. اذا نعود مباشره الى جمال وكذلك محمد طوزالين بعد هذه الصفحه الاشهاريه.